أهلا بيكم في قناة تعلم الإيطالية مع لارا أو إمبارا الإيطاليانو كل لارا. هناخد مع بعض النهاردة إزاي نكتب سي في إيطالي أو إيه هي محتويات السي في الإيطالي. لو جينا بصينا مع بعض كده، أنا بس بحاول أتأكد إن الصوت عالي. أه تمام. لو جينا بصينا مع بعض، إن أنا عندي هنا كلمة كوريكولوم فيتيه معناها السيرة الذاتية، وهذه الكلمة مكتوبة باللغة اللاتينية معناها السيرة الذاتية. عندي هنا أول حاجة informazioni personali. informazioni personali vuol dire أي تعني المعلومات الشخصية، مكونة من الاسم وتاريخ الميلاد ومكان الميلاد، الحالة الاجتماعية، العنوان، خلاص، رقم التليفون، البريد الإلكتروني، والناتشوناليتا أو الجنسية. الاسم زي ما احنا شايفين كده كاتب لي جينارو موسيني، يعني انا هنا بكتب اسمي. نومي داتا اللي هو تاريخ، لوجو دي ناشيتا محل الميلاد، ستاتو تشيفيلي اللي هي الحالة الاجتماعية، اندريتسو العنوان، تليفونو رقم التليفون، ايميل بريد الالكتروني، ناتشوناليتا الجنسية. طبعا انا لما اجي اكتب تاريخ الميلاد بكتبه كامل، انا كاتب لي مثلا 18 مايو سنة 1979، وطبعا في محل الميلاد بكتب المكان اللي انا اتولدت فيه مثلا وليكن القاهرة. بعديها هنا كاتب لي ستاتو تشيفيلا، هنا كاتب لي تشيليبا يعني اعزب، والعنوان طبعا مكان ما انت ساكن بتكتب زي ما احنا شايفين هنا، كاتب الشارع وبعديها رقمه وبعديها المدينة بتاعة الشارع اللي هو الواحد ساكن، رقم التليفون زي ما احنا شايفين هو كاتب رقم التليفون عادي جدا من غير الكود. ليه؟ لان ده جوه ايطاليا، هو مش هيبعت السي في لمكان بره ايطاليا. والبريد الإلكتروني طبعا لازم، علشان لو حد حابب يعني طبيعي لازم يكون عندك بريد إلكتروني. وأخيرا ناتشوناليتا، هنا في حالة السبيل اللي قدامنا مكتوب إيطاليان. نيجي بعد كده عند الاستروتسيوني فورماتسيوني. استروتسيوني اللي هو التعليم، وفورماتسيوني اللي هو التكوين، يعني المراحل التعليمية اللي الواحد مر بيها. عندي أول حاجة تيتولي دي ستوديو. تيتولي دي ستوديو معناها الشهادات اللي حاصل عليها. طبعا احنا بنبدأ من الأقدم، يعني في سيفيهات بتبدأ من الأقدم للأحدث، وفي سيفيهات بتبدأ من الأحدث للأقدم. يعني أنا في حالتي مثلا كاتبة من الأحدث للأقدم، كاتبة أجدد حاجة بعديها الحاجات القديمة. فهنا كاتب لي 1998، ده كان حاصل على دبلومة دي ماتوريتا شينتيفيكا، كان حاصل على دبلومة، والفوتو اللي هي الدرجة أخد 90 من 100. طيب اوتينوتو اللي هو بقى هنا بيقول لي اوتينوتو بريسو ليتشيو تيتا سو دي بيزا. اوتينوتو يعني حصل عليها في المدرسة الثانوية اللي اسمها تيتا سو. طيب بعديها حابب بس الفت نظركم لحاجة، ان الفيديو هيقطع ماشي، ولو قطع احنا لينا تكملة تاني، يعني الفيديو ده هيكون ليه جزء تاني. بعديها الآآ اختصار الأنو أكاديميك يعني العام الدراسي. خلاص هنا كاتب لنا ايه، اونيفرسيتا ديلي ستودي مثلا دي ميلانو يعني جامعة ميلانو، جامعة الدراسات اللي في ميلانو. لاوريا إن يعني حصل على شهادة، التخصص بتاعه كان ايكونوميا ايكوميرتشو كان الاقتصاد والتجارة، والفوتاسيوني يعني التقدير. جه قال لنا ان سنة 2003 2004 حصل على كورسا دي ستوديو. كورسا دي ستوديو يعني منحة دراسية في جامعة ستيسن يونيفرسيتي في لندن. بعديها هنا عندي كونوشينس ديلي لينجوا يعني معرفة اللغات. معرفة اللغات كاتب لي هنا انجليزي، هو كومبريسيون يعني فهم، برودوتسيوني سكريبت يعني كتابة، وأورالي يعني شفوي يعني هل هو بيعرف يتكلم كويس ولا لا. فطبعا هنا ممكن نكتب بونا كومبريسيون يعني الواحد بيقدر يفهم ويقرأ ويكتب كويس. الجزء اللي بعديه براتيكا دي
in pratica di sistemi informatici لهي عبارة عن الكمبيوتر وكاتب لي buona conoscenza يعني على دراية جيدة del sistema operativo بنظام الويندوز اللي هو نظام التشغيل وبروجرامي اوفيس اللي هي برامج الاوفيس الوورد والاكسل وخلافه.